أيها الحضور الكريم، في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي نافعت جمعية قدماء لاعبي ومسيبي كرة القدم جدة مراكش، تنظمها على شرف وجوه رياضية مارست وساهمت في تنشيط كرة القدم بمدينة مراكش خلال العقود المنصرمة، لنا الشرف اليوم أن نستضيف نجوما لهذه الفترة السابقة، نخص بالذكر الصديق والأخ عبد الدين أمين. لاعب لكمال الرياضة المراكشي وأستاذ التربية البدنية، مرحبا سي أمين. كما نخص بالتلك حسن غراف ابن مراكش، لاعب قوة مراكش سابقا ولاعب قوة المساعدة التي تحولت الى بعد نشر المسيرة، مرحبا سي حسن. من ضمن الوجوه المحتفى بها في هذه الليلة نخص بالتلك السي محمد فلوح. لاعب الكوكب ولاعب الرجاء البيضاوي ولاعب الجيش الملكي ولاعب المنتخب الوطني ومحترف بالجزيره العربيه باستطلاع عمان، مرحبا بسي فولك. اخيرا اخي النجم هو السي عبد الرحمن كمان، الحكم مقتدر، حكم لعصبه الجنوب وحكم مساعد جامعي، مرحبا بسي كمان. كما نخصص بهذه المناسبة احتفالية واحتفالية وجوه الرياضة مثلا حضر معنا أعضاء لجمعية صدقة ورياضة فرع مدينة مراكش، هم إخواننا لا يحتاجون تعريفا، ونخص بالتك الأستاذ عبد الله مستا والصديق الأبيض عبد الحق، ثم سي شوقي الجوهري، ثم مولاي مصطفى الفريتي، والاخ الصديق عزيز الفيلاز، والحاج حسين استاذ ديالنا ومؤثر ديالنا حسين بورور. السي حسين بورور كان معنا مناسبة سابقة، لذلك فهو لا يحتاج إلى تقديم وإلى احتفال. برنامج هذه الأمسية إن شاء الله سيكون كالتالي، سنشاهد جميعا صورا ووثائق وذكريات راكمتها الجمعية خلال 4 سنوات تخص مجالات اجتماعية ومجالات لدعم السادة الرياضيين كرة القدم في حالة المرض وفي حالة الوفاة إلى غير ذلك. ثم هناك بعد ذلك سنتناول جميعا مأدبة عشاء، بعد هذه المرحلة هناك كلمة السيد الرئيس، ثم تدخلات بعض الأعضاء الجمعية في حق السادة المحتفى بهم، ثم كلمة مفتوحة تلقائية وعفوية للسادة المحتفى بهم، ثم تسليم شواهد تقديرية عرضونا وتأريخا توثيقا لهذه المناسبة، فننتقل إلى المرحلة الأولى. غادي نتناول على بعض الاعضاء مكتب الجمعيه، هي المستهدفه بالنسبه للاشخاص المحتفلين. سي محمد فولح لاعب ممتاز قدم شيء كثير، ماشي على لعب في الفئات العمريه تاع الكوكب المراكشي الصغرى والكادي والميني، انتقل من بعد فريق الجيش، دوز فيه مواسم طويله وانتقل فريق الرجاء البيضاوي، واخيرا انتقل الى التيار تاع الخليج سلطنه بالضبط الى سلطنه عمان. ما يفوتنيش واحد النقطه نتحدث لها بالنسبه للسي فلوح، فهو الشكر ديالو المهم تيمتات لواحد السيد اللي هو السي عبد الحق الابيض اللي داز عنده في الفئات الصغرى وقدم ليه الكثير ودعمه، ومن هنا بغيت نشكره السي
النجاح. بالنسبه للسي بدر الدين فهو لاعب كمال الرياضي المراكشي، فهاد المناسبه كنترحموا على السي ابقى الله يرحمه ويتغمد برحمه الله، والشيء اللي عطى الكثير لمدينه مراكش ولكره القدم المراكشيه. السي بدر الدين لاعب اتليت، انه بعدا استاذ في التربيه البدنيه. بالنسبه للسي حسن عراف، كيف شار السي مصطفى كان سفير ونعم السفير ديال المراكشيين خارج مدينه مراكش. السي مصطفى السي حسن يعني هو كينتمي لواحد العائله رياضيه، لانه كاع الاخوان ديالو الحمد لله يعني كلهم يعني عائله رياضيه، يعني كل معنى الكلمه من معنى. لا السي مصطفى ولا السي عزيز والسي خالد يعني هادو تدرجوا كلهم يعني في صفوف ديال الكوكب المراكشي، يعني من جميع المراحل العمريه ديال الكوكب المراكشي، وانتقل الفريق ديال القوات المتحده انذاك، وكان من الركائز الاساسيه ديال هذا الفريق، لانه كان يعني عميد الفريق ديال القوات المتحده، وكان يعني ظاهر اوسط، وكان يعني لاعب متميز لا اخلاقا ولا كره يعني بكل صراحه. ثم الفريق يعني ولا القوه المساعده اللي صبح هو يعني شباب المسيره، وبقى يعني مخلص لهذاك الفريق. السيد عبد الرحيم يعني كان عرفوا حكم يعني في السبعينات او راس السبعينات، كان حكم في عصمه، وربما الاخوان اللي عاشوا معاه في هذيك الفتره كان حكم عصمه، ثم كان حكم شرط فيدرالي، وكان غادي يعني في واحد المسار جيد في هذا الميدان، وكان من الحكام المتميزين انذاك، يعني اللي في واحد الوقت اللي العصبه اللي كانت كتضم واحد الزمره ديال الحكام المتميزين في هذيك الوقت، وكان السيد عبد الرحيم من الحكام يعني البارزين. كلمه مفتوحه بدون ما نقيدوها، بدون ما نلزموا شي حد بها، اللي راق فيها اللي ما راق فيهاش ممكن نتجاوزها. نشكركم جزيل الشكر من كل القلب الخالص، حقيقه فاجئتوني. تفاجأت لأنه كنت منسي ما دار فيها حتى شي حد، وجيت في هذا الوقيته في هذا المرض فرحت بزاف، ما تنخرجش وما تنقد نخرج، ولكن ملي عيطوا ليا والله إلا حاولت الجامع ما بقيت نمشي ليش. تنشكركم جزيل الشكر، الله يجزيكم بخير. تنشكركم جزيل الشكر، لأنه كنحس براسي أول مرة تزدت في مراكش، وهذا شرف كبير. شرف كبير اللي كنشوف شي وجوه اللي ما كان 20 عام ولا 15 عام ما شفتوش. كنشكركم جزيل الشكر، وكاز الاسم ديالي باش نشكركم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحاجه اللي المهمه اللي تلفت انتباهي اليوم هو كيف كان تيوجهنا الدعوه شحال مره من طرف الجمعيه، وكان الظروف اللي ما كنحضرش، ولكن انا اليوم بصراحه دابا قلبي كنقول انا لما ندمت على الفترات كلها اللي ما حضرتش فيها، لان اليوم شفت جمعيه معنى الكلمه، لان ذاك الهدف اللي دارت ليه الجمعيه فهو راه كيتصاب يعني اليوم، وراه كان واضح الحمد لله. النجاح ديال الجمعيه راه ناجحه لان فيها الاخوه اللي كي يعني كيساهموا بالوقت ديالهم، لان كل شيء الحمد لله خدام، كل شيء كله كيسامح بوقته باش ينجح هذا العمل، لان كله هو كنشوف عليه عمل يعني عمل خيري وخاوي، هذا الشيء اللي فيه يعني ما فيه شي حاجه اخرى خارج هذا النطاق. وبعد كل سبب كنشكر الجمعيه بزاف وعاد على هذه الليله هذه، لان حسينا فعلا على الحاجه اللي ربحتها، بعد نهضر عليها راسي شخصيا، اللي ربحتها ديال التقدير ديال الناس وديال الاخوان اللي كبرنا معاهم في هذه الفتره كلها، وهذا هو الربح ديال الاول ديال الكره، وحنا كنسجلوا اليوم. ونقدم الشكر لجميع الاخوان اللي يعني اللي كبرت معاهم في هذه المدينه، واللي عاونيني بزاف، وعلى راسهم السي عبد الحق الابيض. كانوا اخوان اخرين كسي عبد الرزاق، كانوا مجموعه من الاخوان، ولكن سي عبد الحق في هذيك الفتره يعني الناس اللي ما كتعرفوش في الوقيته كان راه كيساهم مسكين بالوقت ديالو، كان يجيب هو الكواري، يجيب يمشي يضرب الطريق ويضرب هذا بزاف ديال الامور، وكانوا الناس شاهدين كالسي عزيز العميم، كانوا بزاف ديال الاسماء. فانا كنشكركم بزاف، وهذا النجاح فهو نجح لان فعلا هاد الناس هما اللي كاينين في هذه الجمعيه، ما كاينينش على اخر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربما الاخوان التدخلات اللي كانوا قبل مني راه ما خلاو ليش باقي ما نزيد الا نتقدم بالشكر الجزيل للناس اللي فكروا انهم يخلقوا هذه الجمعيه ويحيوها وتكون عندها استمراريه، وراه ما عندها استمراريه الا انه الناس كلهم خدامين بقلبهم، واخا ما كاين حتى شي هدف مادي ولا حتى شي انه الامور باينه واضحه، وراه ما غادي تكون هذه الامور الا غاديه باستمراريه من حسن الى احسن، لانه الناس اللي فيها ناس طيبين، ناس يفكروا انه يجمعوا شمل الناس اللي شفتوها. حنا شفنا فيديو كاين الناس اللي ماتوا، كاين اللي باقيين مراض، كاين اللي صحاح على قيد الحياه، ونتمنى ان هاد الناس اللي باقيين على قيد الحياه يجيو يتكتلوا ويتجمعوا وتكون جمعيه عندها صدى ماشي على صعيد مراكش، على الصعيد حتى الوطني ان شاء الله الرحمن الرحيم. وراه حتى الشكر اللي واخا نشكركم اللي قلنا في حقكم راه قليل، بارك الله فيكم، وراه عندكم بزاف ديال الاجر في هذه الجمعيه اللي دايرين باش تجمعوا شمل الناس وتحسوا الناس بانه راه كاينين موجودين وعندهم قيمتهم ضمن المجموعه اللي كاينه. والسلام عليكم. كما نخصص هذه المناسبه بهذه المناسبه احتفاليه وجوه مريات مثلا حضر معنا اعضاء لجمعيه صدقه ورياضه فع مدينة مراكش هم إخواننا لا يحتاجون تعريفا. سميت طبعا جمعية ديال الرياضة والصداقة، نشكركم على هاد يعني الدعوة، وطبعا حنا إلى بغيتو راه يعني جوج جمعيات ولكن في جمعية واحدة، لأننا نلتقي في الأهداف، نلتقي في حب الخير، نلتقي في التعاون، نلتقي في التربية، غير هذه جمعية وهذه جمعية. إخوان الله يعطيهم الصحة، راه تيقوموا بواحد العمل وواحد المجهود كبير، رغم الإمكانيات المحدودة، المهم راه تيعطيو واحد الصورة جد طيبة وجد جميلة، لا سواء في مدينة مراكش ولا خارج مراكش، والصور اللي شفناها البوي راه معبرة على هذا العمل الجبار اللي كتقوموا به. ثانيا بغيت كنا نتمناو أن جميع الأعضاء يكونوا حاضرين معنا الأسبوع اللي فات لما كرمت جمعية رياضة وصداقة الأخ سعيد. اللي كان في الحقيقه واحد اللقاء ممتع، لقاء جمعوا فيه واحد المجموعه ديال كنا نتمنوا ان جميع الاعضاء يفرحوا ويسعدوا معنا بالاخ سعيد، لانه كيستحق كل التقدير وكل الجهد على هذه المجهودات اللي كيقوم بها في الجمعيه ديال قدماء المسيرين واللاعبين. غادي نديروا دوري وغادي نكمل حفل ولا شي حاجه بحال هكا. كنا زعما كنا درنا البروجي اننا الجمعيه غادي ديرو، ولكن هذا عندي اقتراح، ربما كي قلت لكم كنستسمح الاخوان الى تحديتهم اننا يمكن يدخل في اطار الموسم المقبل ان شاء الله اللي نستعدوا له ونديروه بالشراكه ديال الجمعيتين، يكون وطني لانه عندنا نفس الهدف. ملي جاوا الاخوان من عمره ما كنا عرفناهم لاول مره شفناهم، عيط لي قال لي اجي دير الجماعه ديال الاصدقاء جايين من المغرب، خصك تمشي تعرض لهم في مارساي. كان ليا شرف وكان ليا فرحة، وملي مشيت استقبلتهم جلست معاهم واحد المدة اللي جلسوها في مونبولي، تعرفنا كلينا جميع لعبنا جميع، فهما شافونا حتى حنا كنا تقريبا بحالكم في هذا المجمع، ولكن حنا هذاك الشيء غير متطوعين، حنا 10 ديال الناس ولا 15 حاملين هذاك الثقل ديال هذيك المجموعة وصابرين، ولكن غاديين بها القدام. يعني ولات هذيك الفرقة في مونبولي عندها صدى في الريجيون ديال مونبولي بالكرم ديالها، بحسن الخلق ديالها، بالرياضة ديالها، بالنتائج ديالها، 3 سنين حتى بدو الشامبيون ديال لي فيتيرون، يعني واحد المستوى رياضي خلقي مسلم. عرفوا علينا كاع الفرنسيين أنه حتى يجيو هنا تياكلوا تيشربوا تيربحوا ولا تيخسروا تيمشيو بروح رياضي، فاش جاو الإخوان شافوا داك الشيء هذاك. فأنا بالنسبة لي كنت تنقول غادي تكونوا بحالنا، ولكن أنتم أكثر منا. الله يكرمكم السي الرئيس. نهار كبير هذا اللي شرفتونا بالقدوم ديالكم. تنشكركم على التلبية ديال الدعوة. تنشكر السعد الكبير حتى هو. وتنشكر الجمعية الفرنسية، الجمعية اللي قامت بهذاك الخير وذاك حفاوة الاستقبال وديك الضيافة، وجاو الإخوان وعاودوا لنا على ديك الأيام الجميلة اللي دوزوا
دوزو تما. غير اللي بغي نقول لك كنا فاش ودعناهم في المطار وصيناهم باش يمشيو غير يشاركوا. صدقوا جايبين لنا ثلاثة ليكو. كاين هاد الشيء ولا لا؟ المهم ترحب بإخوان ديال صدقة ورياضة وتنشكرهم مرة أخرى على التكريم اللي قاموا به الشخص ديالي. خصنا نديروا يد في يد مع الإخوان ديال الصدقة والرياضة حتى هما راه غاديين في نفس الاتجاه. كي قال السي البيض هو ولد الجمعية قلت أنا ولد الجمعية. أنا في الجمعية كنت أنا من المؤسسين ديال الجمعية، كنت حاضر في الوقت التأسيس ديال جمعية الرياضة والصداقة. وهنا كانت الانطلاقة من هنا في هاد الدار، تجمعوا هنا عندي وتجمعنا. دوبل ليسونس لا لا حنا تما احتجنا موجودين، تما احتجنا هما موجودين ونديروا يد في يد واكثر اكثر نخموا القدماء اللاعبين نعطيهم حقهم راضيين. السلام عليكم. المرحلة الأولية اللي خاصة بتوثيق هذه اللحظة، اللحظة جميلة جدا، وذلك بتوزيع شوائط قذرية على السبع المحتفظين.